أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساء. كان الحوثيون قد تبنوا ضرب أنبوب النفط السعودي، لكن مصادر أمريكية عليا عبر الأقمار الاصطناعية اكتشفت أن طائرتي الدرونز انطلقتا من العراق وليس من اليمن، وهذا ما يشير بصراحة إلى أن الحوثي ليس أكثر من قفاز لأعمال إيران القذرة في المنطقة. مناقشة هذا الأمر، وحتى أن المملكة السعودية لم تعلن ذلك أن الدرونز انطلق من العراق، وأبعاد ذلك ودلالة أيضا على أمن السعودية، ومن ثم أيضا التأثير على المعركة مع الحوثي. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للاستديو. لم تدم كذبة الميليشيات الحوثية بقصف أنابيب أرامكو في الرياض طويلا، فقد نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الطائرات المسيرة انطلقت من جنوب العراق وليست من اليمن لضرب المؤسسات النفطية السعودية. الهجوم وقع في منتصف مايو أيار الماضي بعد يومين فقط من الهجوم على سفن نفطية قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي. رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أصدر قرارا في 18 يونيو الجاري بمنع أي قوة من استخدام العراق لضرب الدول المجاورة أو العمل منها لتهديد دول الجوار، فيما يبدو محاولة رسمية لتلافي التأثيرات المتصاعدة لهذه الضربات. وربط المسؤولون الأمريكيون بين الهجوم على الرياض من قبل الميليشيات الموالية لإيران في العراق والتوترات المتصاعدة في الخليج العربي بين السعودية وأمريكا من جهة والإيرانيين من جهة أخرى. ميليشيات الحوثي الانقلابية تبنت العملية لتقديم اليمن كبش فداء للأطماع الإيرانية، وتعبيرا عن اندماجها التام وخدمتها الخالصة للملل في طهران على حساب ملايين اليمنيين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وأرحب بالأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي، للتعليق والتحليل على هذه المسألة، وعن أيضا الكثير من المسائل التي يظهر فيها الحوثي كمنفذ لأعمال قذرة لإيران. دكتور، حينها قيل أن أمريكا قالت لعادل عبد المهدي وهو رئيس وزراء العراق أن الطائرات أو طائرتي الدرونز انطلقتا من العراق ومن جنوب العراق تحديدا وليس من اليمن، دلالة هذا الفعل وتأثيراته أيضا على قدرات المملكة السعودية والتي تخوض حربا أيضا في اليمن. إذا ناقشنا الموضوع بعيد عن التعبئة، يعني بمعنى تحليل من منظور استراتيجي عميق، ينبغي ألا نأخذ الموضوع بأن يعني نحن نتحدث عن أذرع إيرانية في المنطقة العربية، حزب الله، الحوثيين، الميليشيات الشيعية في العراق، وكأنها أذرع، بمعنى أنهم أداة منفذة. هذا يعطي صورة مضللة. نحن أمم استراتيجية إيرانية لتقويض المشروع القومي العربي وللسيطرة على المنطقة والهيمنة عليها، وبالتالي ليس الحوثيين ولا حزب الله أذرع، بل جزء من الاستراتيجية، بمعنى أنهم مخرجات إيرانية وليس وكيل مستقل. هذا في فارق بين الاثنين، بمعنى الوكيل المحلي ينفذ ويأخذ مقابل، لكن نحن أمام جزء من المشروع. جزء من المشروع، هؤلاء تم العمل عليهم، بمعنى أن حزب الله تم العمل عليه وأصبح جزء من الاستراتيجية. الحديث هذا أن يقول لك حزب الله ذراع الحوثيين ذراع، هذا يقلل من أو يعطي تشخيص خاطئ، يؤدي بنا إلى سياسات خاطئة. إيران بعد يعني ضرب المشروع القومي في البوابة الشرقية في العراق أصبحت لاعب رئيسي في المنطقة. الإسرائيليين أخرجوا مصر من المعادلة العربية القومية كقائدة، أصبح لدينا البوابة الشرقية أخرجت من الأمريكان والدول التحالف على الخليج العربي للأسف الشديد. بالتالي إيران أصبحت تريد إضعاف الدول للعودة إلى المنطقة، وهذه العودة للمنطقة مرتبطة بالإمبراطورية الفارسية، ليس مرتبطة بمشاريع، بمعنى يعني
كيف يمكن لنا أن نضرب المشروع القومي؟ تقول لي أنت الآن أنه أنا أبالغ، لا، الأمريكان موافقين على ضرب المشروع القومي العربي، موافقين على عدم اكتمال دولة الدولة الوطنية. الدولة الوطنية عندما تكتمل، يعني وهنا لو سمحت بس، ليس تنظير ولا نوع من الاستعراض، هو نوع نعم. من التشخيص فقط. الدول العربية كانت العراق قاب قوسين وأدنى من بناء ما يسمى بالدولة الوطنية، بمعنى أنها قد تصهر الكردية والشيعية والسنية والمناطقية في إطار دولة وطنية. كانت اليمن يعني قد كمل الحديث عن زيدية سنية شمال جنوب، يعني في أخطاء في إدارة، لكن في الأخير هناك عملية صهر لإيجاد ما يسمى هوية وطن، مكون وطن. في سوريا نفس الحال، في العراق، العراق كانت الأكثر، في لبنان كان هناك في نوع من المخرجات المتعلقة بالسياسة الفرنسية والتقاسم البريطاني الأمريكي لهذا التوازن. الآن الإيرانيين كيف دخلوا؟ استغلوا مكونات في المنطقة، في دولنا، لنقل الحوثي، الميليشيا. أكمل فكرة، لا، ضرب الدولة العربية بإيجاد فاعل غير الدولة، لأنه هذه الدولة العربية، الميليشيا خارج الدولة وخارج أنا سأعطيها بشكل آخر. الدولة العربية كانت هشة بحكم سيطرة النخب، بحكم عدم غياب الديمقراطية، بحكم السياسة الأمنية، بحكم فشل التنمية، أزمات الشرعية، في جماعات حاسة بالإقصاء. كيف يمكن لنا أن أضرب الدولة هذه لا تكتمل؟ أعطيها مشروع فاعل غير الدولة. حزب الله في لبنان فاعل غير الدولة، قضى على الدولة. العراق بكل عظمته واللي كانت الميليشيات الشيعية داخل العراق أصبحت هي فاعل غير الدولة. في اليمن الحوثيين. إذن حول مسألة الاعتراف الأخير أو الكشف الأخير الذي كشف عنه الأمريكان، مع أيضا اللواء، وسأعود إليك حول هذه المسألة، تفخيخ الدولة الوطنية من الداخل بميليشيا، بطوائف، ليس التفخيخ، التفخيخ، وأن هؤلاء ليس وكلاء، وإنما هم إيران جزء من المشروع، لنقول نعم، ليس جزء من المشروع، هم إيران بذاتها في المنطقة. نعم، أشكرك دكتور، وأذهب إلى اللواء دكتور شامي محمد الظاهري، المحلل العسكري السعودي. لواء، لماذا لم تعلن المملكة السعودية بأن طائرتي الدرونز انطلقتا من العراق وليس من اليمن، كما جاء في أكثر من مصدر غربي لهذا الأسبوع، خاصة وول ستريت جورنال، الواشنطن بوست، الكثير من وسائل الإعلام الغربية قالت أن الأمريكان يقولون أن الطائرات أو طائرتي الدرونز انطلقتا من جنوب العراق وليس من اليمن؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييك أستاذ عبد الله الدولبة، وأحيي مشاهدي قناة يمن شباب، وأحيي ضيفك العزيز في الاستوديو الأستاذ عبد الباقي شمسان. الحقيقة يعني أولا أحب أن أقول أن إيران تمر بوضع متأزم هذه الأيام، هي منخنقة سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لذلك من البديهي ومن الواضح أنها تحرك أدرعها الإرهابية في المنطقة. أدرعها الإرهابية هي قوة إيران في الوقت الحاضر، وهي التي تحركها ويعني تستخدمها في حالة الخطر، يعني وخصوصا أدرعها وعصاباتها في العراق وهي متعددة كفيلق القدس برئاسة الإرهابي الفارسي المليشي قاسم سليماني، والذي يتحدى الإخوة العراقيين بإطردارهم بعمليات إرهابية. وليس بعيدة عن اليوم ما عملوا في بغداد ضد سفارة مملكة البحرين، وأعلنوا بكل وقاحة حزب الله العراقي أنه هو المسؤول رسميا عن التظاهرات وعن ضرب السفارة بقيادة الإرهاب المعروف حزب الله أبو طالب السعيدي المسؤول عن منظمات الشباب في كتائب حزب الله. فأي عمل إرهابي يعني قدر جدا يجب أن نرجعه مباشرة إلى الإيرانيين، إلى الإيرانيين. الآن
خرجت يعني معلومة جديدة بأن الصواريخ أو الطائرات المسيرة التي ضربت المضخات السعودية في الدواجي وعفيف يعني كانت بما قاله النائب في البرلمان العراقي السيد طاهر الجبوري أنها انطلقت من العراق. وهذا يعني طبعا تتكلم عن بعض الصحافة الأجنبية والصحافة الأمريكية والأمريكان نفسهم هم يعني يرجعوا هذا الكلام إلى رجل مسؤول وهو نائب في البرلمان العراقي السيد مشعان الجبول هو الذي قال. نعم الجميع ينسب إليه. نعم الجميع ينسب إلى الجبوري هذه المعلومة. يرجعوا ويعتقدوا أن المرجع الجبوري، لكن لماذا أنت سألتني سؤال جميل جدا الآن، لماذا لم تعلن المملكة العربية السعودية عن هذا الموضوع وتتوسع فيه؟ المملكة العربية السعودية هي دولة مؤسسات، دولة حقائق، ولا تبني قراراتها على أقوال غير مصدقة وغير موثقة من جهات أمنية في المملكة العربية السعودية. ولكن أنا يعني أحب أن أقول لك بأن هناك أناس الآن ممسكين في المملكة العربية السعودية ويحققوا في هذا الموضوع. نعم. أيضا من الناحية الفنية أخي الناحية الفنية أن الصاروخ الذي ضرب المضخات السعودية في الدواجي وعفيف يعني أقرب الاحتمال إما أن يكون إلى الآن لم يعني يعرف نوعه بدقة، وإن كان لدينا الآن والحمد لله بعض القطع عن هذا الصاروخ، ولكن نتوقع إما أن يكون بالنوع صاعقة، وهذا الصاروخ هو يعني امتداد أو يعني تطوير لما يسمى الصاروخ الأمريكي RQ-170 والذي أسقطته القوات الإيرانية في عام 2011، أو أن يكون طائرة تطرد وهو أحدث ما صنعته الصناعة الإيرانية، وهو يعني أقرب الاحتمال لأنه يمتد ويستطيع أن يقطع مسافات بعيدة تصل إلى 2000 كيلو يعني. لكن من الناحية الفنية، خليني أتكلم من الناحية الفنية العسكرية، من الصعب أن تأتي هذه الطائرة المسيرة من اليمن هذه المسافات البعيدة. أنا بس هناك احتمال، نعم، إذا جاءت من اليمن فهناك أيدي خبيثة داخل المملكة العربية السعودية التي حاولت تنجيه هذا الـ ربما للدكتور عبد الباقي تعليق أو مداخلة حول هذا الأمر. أنا استمعت للحديث ونتفق في كثير من الآراء. نعم. بس نحن في معركة شرسة على مستوى قد أختلف مع السعودية وأختلف كثير، ربما أقدم نقد شديد، لكن في معركة الأمن القومي العربي أنا حريص على أن أوصل رسالتي بغض النظر عن مواقفي من المملكة العربية السعودية. تشخيص إيران بأنها ضعيف مأزومة أبا لا يخدم إعطاء مقاربة لصانع القرار. هي محاصرة، هو قصد أنه محاصرة بتصفير صادرات النفط. لا، إعطاء هذا التوصيف الذي يتحدث عن أزمة، يتحدث عن الغرب متحالف للقتال نيابة عن، هذا تشخيص خاطئ. إيران لديها استراتيجية، وهناك ما يسمى الخط الفاصل، وهذه أخطر ما في المعادلة، إنه أهداف إيران تلتقي مع الأهداف الأمريكية والأوروبية. الغرب يريد إضعاف الدولة الوطنية العربية، يريد، وإسرائيل وراء أمريكا، إنه يعني عدم اكتمال الدولة الوطنية العربية وعدم اكتمال، لأنه في واحد يقول المشروع القومي مشروع إسلامي. المشروع القومي أنا من وجهة نظري الشخصية
القومي والإسلامية يرتبط بمدى اكتمال المشروع الوطني، بمعنى أنه لكن فيما يخص الدرونز نفس الفكرة وهناك استخدام لقواعد سواء كانت من اليمن أو من العراق بس لو سمحت يجوز في هذا المشروع. لا لو سمحت بس أكمل، لديك ملاحظة حول هذا الأمر؟ جدا، أنه أنا الآن في بعد هذا الوقت وما زلنا نتحدث عن إن الموقف متأزم وإيران في خطر. لا يعني كثير من الناس يقولون إيران يسمح متأزمة، الغرب لن يسمح بتقويض إيران، لأن إيران لها مهام في المنطقة، في المنطقة تخدم المصالح الغربية. نعم. إيجاد إيجاد حزب الله في لبنان، إيجاد الحوثيين سوريا، ميليشيا الشيعية العراق، هذا يخدم المشروع الصهيوني الأمريكي، استنزاف المنطقة، تفتيت الوحدة العربية والإسلامية، إضعاف الأمن القومي، هذا يخدم إيران، تدرك ذلك وتؤدي المهام. إضعافها إلى أي حد، علينا أن ندرك أن إيران تلعب وهي تدرك دورا وظيفيا للغرب، تريد تقول دورا وظيفيا، وهو يخدمها، ليس يعني يخدم مصالح، إذن يتخادم يعني أنه هناك نقطة. لكن فيما يخص التعليق على الانطلاق من العراق أو من اليمن، هذا ألا يوجد مخاطر؟ هذه رسالة خطيرة، لا علاقة لها بالأذرع، هذه رسالة إيرانية واضحة قادرة أن أضرب من أي مكان، لأنه أن العراق واليمن وسوريا ولبنان هذه ليست مناطق نفوذ، هذه إيران، أرض إيرانية، هذه أراضي إيرانية. نعم دكتور شامي، تتفق أم تختلف مع هذه الرسائل الإيرانية التي توجه للعرب؟ أولاً أحب أن أؤيد الأخ عبد الباقي الحسان، في نظرية عسكرية إحنا نخطط لعملية عسكرية مع عدو أو عدو منتظر، لا نطلق حقيقته، هذه حقيقة، نخطط بأقوى ما يمكن أن يعمله العدو، حتى إذا واجهناه ما نفاجأ ببعض العمليات الكبيرة التي لن يغطيها التصوير. هذه أما إذا طيب يعني قطعية للأسف عبد الفتاح هي أكسية في بعض الأحيان كثيرة، محللين يقولون إيران هذا اتخاذ بيتها وبيت دول الاستعمار، ولكن إيران الثانية هي حد كما أعد تتأثر مرة عن الإمبراطورية السلطية عن العراق وسوريا واليمن ولبنان، هي جزء من الإمبراطورية الإيرانية يجدد وقد أداءنا بأنه الآن يحكم أربعة مدن وأربعة عواصم عربية وهم أسياد البحار. هناك في بعض المحللين يضع أنه يخدم الغرب، ولكن في الحقيقة إيران دولة أمنية لا تقدم أي خدمات لأي دولة إلا خدمات نفسها، لأنها تريد أن تسيطر على المنطقة، تريد أن تهدد المشهد الشيعي العسكري على المنطقة. وهذه يا أخي العزيز عبد الله أخي العزيز هي عقيدتي، أي جاء بعقيدة تتكون شويه طيب. نعم دكتور لواء دكتور شامي، نعتذر عن رداءة الصوت، والفكرة واضحة بأن مشروع إيران بالفعل هو يقول أو يقولون صراحة أن لديهم أربع عواصم عربية يسيطرون فيها على المنطقة العربية. دكتور عبد الباقي، حتى الآن يبدو أن المشروع العربي غير جدي أو غير فعال في مواجهة المشروع الإيراني الفارسي. لا يمكن لنا الحديث عن مشروع قومي عربي، كما قلت لك هناك تكامل. المشروع العربي منذ كامب ديفيد تم إخراج مصر من المعادلة ثم إعادتها ثم عزلها مرة أخرى، بمعنى أن تصبح مصر دولة قطرية تابعة تحت الحاجة المادية لدول الخليج، وهذا ما تم، بمعنى أن لديهم رز كثير، وبالتالي أصبحت مصر دولة خارج الحسبة، دولة قطرية تابعة بكل عظمتها.
تم استهداف العراق وإخراج البوابة الشرقية ثم سوريا اليمن اليمن دولة صغيرة لم تكن دولة يعني محورية كانت دولة عربية، لكن المشروع القومي الآن لا يمكن لأي عربي أن يتحدث عن مشروع قومي بمعزل عن مصر. لا، ليس بمعزل، بمعنى لا يمكن أن الحديث عن المشروع القومي الناصري أو البعثي أو الوحدة العربية أو السوق العربية المشتركة. لا نستطيع أن نتحدث عن سوق مشتركة خليجية وهم دول كلها إمارات ومملكات وأكبر مجلس تعاون لديهم. مجلس تعاون يعني مثلا كان بالأحرى بهذه يعني كان زمان في نوع من التناقض بين الملكية الجمهورية بينما لنقل بينما تبعث إيران الرسائل من العراق ومن اليمن حتى الآن ربما الرسائل الإيرانية لا تقول تفعل. يعني أنا دعني أصرح من يمن شباب، لا تقول بأننا موجودين في أربع عواصم عربية. إيران تقول أن الأربع العواصم هي جغرافية إيران، ولهذا الحوثيين ليس لهم قرار، الحوثيين جزء من هذا المشروع. حزب الله اللبناني ليس ذراع، ولبنان للأسف الشديد التي حتى رئيسها ماروني ورئيس البرلمان شيعي ورئيس الوزراء سني من صاحب القرار. أما لبنان أكثر بلد زرته في حياتي، لبنان هذه الآن جغرافية إيرانية، سوريا جغرافية إيرانية، وفي القريب العاجل لا ندري إذا كانت المنطقة الشرقية في السعودية أو البحرين أو حتى الإمارات التي هم يتواجدوا عسكريا أو اقتصاديا، حتى التوازن الديموغرافي هجرات ديموغرافية للإمارات للخليج لخلق التوازن خلال التوازن العربي الإيراني. نعم. هذا مشروع استراتيجي. العرب أين مشروعهم؟ نحن لم نستطيع حتى الآن أن يكون لدينا لا جامعة عربية لا مجلس تعاون خليجي. يعني الآن مجلس التعاون الخليجي كنا نقول، أنا كنت من الأشخاص أقول أن دول الخليج العربي أكثر الدول القابلة بأن تستقر ولا يحدث فيها انقلاب، لأنه ليس هناك خلاف على شرعية الحاكم، وبالتالي هذه إمارة مملكة ملك، الصراع يكون حولها إلى دستورية. الآن دول الخليج العربي تنقسم، مصر خرجت أصبحت تابع مصر. الآن السودان السودان والجزائر، الجزائر دولة قائدة عظيمة. الجزائر الآن والسودان لها نفس ممكنات اليمن. تونس، ما الذي حدث فيها الآن في هذا التوقيت؟ لماذا لم نعم عموما المنطقة العربية يبدو أنه المنطقة العربية تخبز أو يعاد تشكيلها؟ ليس، المنطقة العربية مستهدفة، لكن بأيدي النخب أن تتجاوز ذلك. هذا موضوع آخر ربما، لكن هناك دلائل ورسائل من أن طائرات الدرون انطلقت من العراق أو من اليمن، من العراق، من اليمن، من اليمن لا أعتقد ذلك إلا القليل، لأن أعتقد أن هذا التصريح الأمريكي حقيقي. أنا أعتقد أن شوف بالمنطق يعني هل نتوقع أنه هذه الميليشيات يعني حتى لو انطلقت من اليمن اللي تلقها وراقبها وتابعها اللبنانيين الإيرانيين، لا يمكن لجماعات تنتمي للقرون الوسطى دون دعم لوجستيكي وفني و تقني عالي. أنا الذي أعرفه أنه يعني طائرة من غير طيار تنطلق إلى مواقع محددة تصور بطريقة حزب الله في لبنان، هذه الطريقة تحتاج إلى فريق فني تقني، وأعتقد أن تقنية لا تمتلكها إلا الأربع العواصم العربية التي تحدثت عنها إيران ليست عواصم تابعة لإيران وإنما جغرافيات إيرانية تمارس فيها إيران جميع مظاهر السيادة. علينا التعامل بهذا الشكل وعلينا اتخاذ استراتيجية استعادة بهذا الشكل. نكون واضحين، الحديث أن إيران مأزومة محاصرة. نعم. ترامب الآن ماذا يفعل ترامب الآن؟ يعني هل حسم الأمر؟ ترامب وإسرائيل تريد الحفاظ على إيران. شوف أنا أؤمن في حاجة واحدة، دكتور عبد الله اخلع الجرح وعالجه. علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، شكرا على وجودك معي في المحور الأول، وابقى معي المحور الثاني. أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لمواصلة حديث المسألة.